الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. كثير من الناس في هذه الأوقات يشتكي قلة البركة في الرزق وفي الوقت، وقد دلنا الله عز وجل ودلنا نبيه صلى الله عليه وسلم على سر من الأسرار يجعل أوقاتنا مباركة وأعمارنا مباركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله أكبر. نعم، صلة الرحم أمر عظيم، إنها صلة الله عز وجل، أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. وعلى ماذا تحصل في المقابل؟ على صلة الله. إذا جاءك اتصال من وجيه أو من وزير أو من شخصية مرموقة في المجتمع وقالوا لك بأن هنالك صلة لك من هذا الوجيه أو من هذا الوزير أو من هذا الملك أو من هذه الشخصية المرموقة، كيف سيكون حالك بالله عليك؟ وكيف ستتفاخر بهذا الأمر؟ وكيف سيفرح قلبك بهذه الصلة؟ انظر إلى هذا الحديث الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم عندما فرغ الله عز وجل من خلق الخلق، جاءت الرحم فتعلقت بالعرش كما جاء في الحديث وقالت: هذا مقام العائذ بك. فقال لها الله عز وجل: هل ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال جل جلاله: فذلك لك. الله أكبر، معنى عظيم إذا تفكرنا فيه أيها الأحبة. يصل الله عز وجل من وصل رحمه، ويقطع من قطع رحمه. بالله عليك، إذا وصلك الله عز وجل فمن تنتظر من بعد الله أن يصلك؟ وكم من الأبواب ستتفتح لك، وكم من الأمور ستتيسر لك. وما هي صلة الله؟ البركة في الأعمار، البركة في الأرزاق، مغفرة الذنوب، تكفير السيئات والخطايا، بركة في كل شيء. ماذا تنتظر بعد صلة الله سبحانه وتعالى؟ لا يضرك من خذلك بعد ذلك، وأما إن قطعك الله فيا ويلك. ماذا تنتظر من الناس إذا قطعك الله سبحانه وتعالى؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ القائل هو الله عز وجل، والناقل هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. أيها الأحبة، نحن الآن في عصر التكنولوجيا وعصر وسائل التواصل الحديثة، لا يعذر أحد بقطيعة رحمه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل صلة الرحم من علامات الإيمان: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من علامات كمال الإيمان باتصال الآن تستطيع أن تصل رحمك، برسالة على وسائل التواصل تستطيع أن تصل رحمك، باستعلامك عن حاجة أرحامك وأقربائك ووصلهم بهذه الحاجات، بسد هذه الحاجات هو صلة رحم. والأقربون أولى بالمعروف وأولى بالإحسان. يقول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. طرد من رحمة الله لمن قطع رحمه. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أيها الأحبة الكرام، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رحمي أصلهم ويقطعونني،
أحسن إليهم ويسيئون إلي. تخيل، يصلهم يقطعونه، يأتي يزورهم فيردونه، لا يفتحون له الباب، يتصل عليهم لا يردون عليه، بل ويسيئون إليه، يشوهون سمعته، أو 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 أو. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، كأنك تذر في وجوههم الرماد. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم إذا قطعت، فقال: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي إذا زارني زرته، إذا جاءني جئته، إذا اتصل علي أتصل عليه، ليس هذا المراد من صلة الرحم. بل قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذه هي الصلة الحقيقية، هنا الأجر الحقيقي، هنا الاختبار، هنا الابتلاء، هنا يظهر صدق اتباعك وصدق تنفيذك لأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. نسمع كثير من القصص الآن عن إخوان تهاجروا بالعشرين والخمس وعشرين سنة، لماذا؟ ما الذي يسوى؟ لماذا ننتظر لحظة الفراق حتى نحزن على من نحب، أو حتى نقول يا ليتنا تصالحنا، ويا ليتنا كنا على وفاق، ويا ليتنا تسامحنا، ويا ليتنا غفرنا لبعضنا ما كان بيننا؟ ماذا يعني يسوى في هذه الحياة؟ ما الذي تسواه هذه الحياة حتى تقاطع أخيك أو قريبك بالعشرين والخمس وعشرين سنة ولا تزاور ولا صلة ولا دعاء لبعضكم البعض ولا أي صورة من صور تواصل الرحم؟ أيها الأحبة الكرام، من أراد صلة الله عز وجل فليصل رحمه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يصلون أرحامهم، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا